روح 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 والحمد لله انه ما فيش خسائر بشريه، ما فيش سكان في المنطقه هذه، كلهم بعاد على الحريق. هذا راح يسهل العمليه للاعوان لنا، والاجراءات كلها اتخذت، وين تم ابلاغ وكيل الجمهوريه وتم فتح تحقيق في الحادث، وراح يكون فيه في الساعات القليله القادمه تقديم الفاعلين وراح ينالوا الجزاء تاعهم. تم على اثرها تسخير امكانيات بشريه وماديه جد وهامه، تتمثل في ما يفوق 25 آلية من مختلف الأحجام والأوزان، يعني شاحنات إطفاء، بالإضافة إلى 72 عون للحماية المدنية مدعمين بعناصر من محافظة الغابات. ولو أن العملية يعني تعتبر جد هامة امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، إلا أنه كان فيه وقوف شخصي للسيد والي الولاية عن الوضعية. والحمد لله يعني الحريق راه متحكم فيه بحوالي 70%.